شاملة للشخص الطبيعي بالنسبة للضريبة على الدخل، لتعين على الإدارة في حالة هذه أن تعلن المكلف بالضريبة والنتائج، وذلك على وذلك حتى في غياب إعداد التقويم برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، ويجب أن يكون الإشعار بإعادة التقويم مفصلا كافيا، ماشي غير التقويم، نو، التقييم يكون مفصل ويكون كافي ويستدل بالمواد القانونية، يستدل بالمواد القانونية التي تكل التي تمكن الموظف مثلا من هذه العملية. وكذلك له إجراء الحوار التناقضي في النقاط المختلف فيها، عندما يكون نقاط مختلفة يختلفوا، عنده أن ديالوج يجي، ويكون هذاك أن ديالوج كونتراديكتوار بين المحقق وبين المكلف بالضريبة والمستشار الدعم، يحضر المستشارين. وكذلك إجراء ما قبل النزاع وهو اللجوء إلى التحكيم، وعنده باش يدير التحكيم كذلك، يمشي التحكيم أمام المدير الولائي، وأمام المدير الولائي اللي عنده لجنة نتاع التحكيم لتقوم في التفصيل في هذه القضية. أما أن يصرح بقبوله وإما أن يمنع، أن يمنح أجل أو 40 يوما لتبليغ ملاحظاته. الإشعار بالتقويم النهائي يكون حسب الحالتين، الحالة الأولى عندما رفض المراقب المحقق ملاحظة المكلف بالضريبة، يجب أن يعلمه بذلك برسالة وتكون كذلك مفصلة ووضوحة. الحالة الثانية عندما القبول الصريح يصبح أساس فرض الضريبة المحددة نهائيا، ولا يمكن للإدارة الرجوع فيه إلا في حالات ما إذا كان المكلف بالضريبة مثلا قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق، كما يمكن الاعتراض عن طريقة الطعن التنازعي من طرف المكلف بالضريبة. إذا طلب التبريرات إلى غير ذلك، طلبوا الإدارة الجبائية والمحقق له أن يطلب التبريرات، كل حاجة يطلبها.